الشباب معانا شويه صور هنشوفها دلوقتي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو موجود في اسوان بيتكلم وبيصافح عدد من السياح المتواجدين في اسوان، طبعا في رساله جميله جدا ومشهد حلو عايزين نشوفه كتير. الدنيا امان، اسوان حلوه، الاجازات داخله والشتاء داخل واجازه نص السنه، يعني دعوه كده للمصريين كلهم ان هم يروحوا اسوان. رحت اسوان انا هوندا؟ انا رحت اسوان زمان مع الجامعه بس اسوان دلوقتي اكيد تختلف كتير بس انا شايفه ان السياحه الداخليه عندنا في مصر بقت افضل بكتير. صحيح. خلي بالك ما كناش زمان برضو بنروح اسوان قوي ولا الاقصر، يعني كان التركيز يمكن على شرم الشيخ وممكن الغردقه، بس دلوقتي بقت الناس عايزه تروح السياحه الداخليه لان في تطوير حصل في المحافظات دي. فده امر اكيد جيد، واسوان دلوقتي بقت حاجه، يعني كل الافراح دلوقتي الكبيره بقت تتعمل في اسوان. طبعا عمرو يوسف وكندا علوش ده كان خبر الموسم. طيب نروح بقى صوره جميله، احنا مع حضراتكم اسوان وهنتكلم طبعا عن مؤتمر الشباب اللي هيعقد النهارده وبكره في اسوان، في متابعه طبعا على شاشه اون لايف لوقائع المؤتمر.